بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا هذا ينقال لي محمد الحنفي، موريتاني، أستاذ في الكويت، واتباع القول الرسول صلى الله عليه وسلم، والله خوف باطن من التحذير اللي حذرنا منه، ساكت عن الحق شيطان أخرس. نبقي نقول شهادة لله تبارك وتعالى. أنا والدتي واحدة من أهل شمامة، نصي باط واحد من أهل شمامة، والدتي كورية من أهل شمامة، تلميذية لأهل الشيخ سيدياء، ونختار نقول اللي شت عليه في شمامة من اللي له 30 سنة تقريبا. اصلا جيت لوالدتي وجيت مولي نعاون اخوتي حسب وسائلي المتواضعه، نحاول نخفف عنهم. وسمعت هذه الايام ياسر مشي والوقفات والكلام والمشادات في الانترنت عن شمام، ونختار ندلي بشهادتي تنفع المعنيين بالامر، وتنفع الحكومه، وتنفع القضاء ان شاء الله، وتسلك من عذاب الله تبارك وتعالى. الدوله شرفها لا يتجزأ، انت عد شريفة، شريفة كاملة، حتى كامل انت مالها، بارك في حماها وفي شرفها. وحتى قاع الأسر الكبيرة أصلا كانت في موريتانيا، حد برك في حماها ما يظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انهم يقيسوا الحبشة ما فيها المسلمين، يقير فيها 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 ملك لا يظلم عنده أحد، ما يظلم عنده أحد. وأنا ذل شفت في شمامة من 30 سنة، كل عام ما قد فاتني عام ماني فيها، شفت خلق ضعيف كلها عنده طشة من الأرض يحرثها، ينكت منها حبات من الزرع، والله أدلى قاعد معيش بهم خلق عنده، ومدة مهمشة ما تقرأ، ما عندها قرآن ولا عندها مدارس، يقدر يعود حد مشى من القواربي لين بوقي لا يتمل، لكن شوية يرى مسيد مبني على حاشي تطلي يقير ما ذاك المسيد، ما احلاه غرفه لا تقرا فيها الشاشه، ولا احلاه غرفه لا يتنفس فيها امراه، والله يداوى فيها رقش. والناس واكبتهم نعرف انهم هم هذه الاسره الكريمه اللي قال لها الشيخ سيدي، بينهم ذوك الروايات من اللي له 20 ولا 30 ولا 40 سنه هي تتردد على الحكومه، وسابق ذاك كانت عندها مظهر اخر. والارض الأرض لمن أحياها، هذه اللي وحدين يقولوا احنا أحييناها بالشقل، وحدين يقولوا أحييناها بالعلم. أنا بعد نشهد لله تبارك وتعالى أن مجي لها ما فيها قاع علم، ما فيها قاع حد يعرف أحكام صلاته، واللي يعرض الفاتحة يعرضها بصورة ما هي مسقمة، والحكومة ما عدلت لهم شيء. قطيك ساعة بنات مدرسة ويبرى أنها معدلك ساعة مشروع، ياك يستنفع من ورقاش، ولين بتنات تهرتكت دقدقت ولا قطو عدلت، ما زالت متهرت كارك. بينما متقابل معاها مسيد باني هانا وطبيب صغير، حد انه غرفتين ربعة كلها ربعة في خمسة، ما قط مفتاح الى الان مقفول، والتركة ما يقرا والعيات ما يقرا. هذو ناس يلا موريتاني تظلم مولانا انها تتنجم من حقهم، ويعرفوا عن الظلم، حرموا مولانا على راسه، مولانا ما يقدر حد يقول له انت علاش عدلتها، حرم ظلم على نفسه. وهذه الحجج الواهيه ما يقدم حد بها المد، اياك هذا من الاف المواطنين قاعد على بليده من الاف السنين، اباطين قال له هذا ما هو لك، هذا لا رقاش عنده طاقه من فرنسا عام 1920 والله 1900 وما نعرف طاقه، ما عليه انا مولي قط شابها لي المعني بالامر، وشفتها ما عليها طابع ولا شيء، ومن درايا كان فرنسا لا هي صنت لا حد ويخلي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله من درايا كانت الناس اللي كلها تقوم تدعي، احنا مدعي المغرب ادعاتنا، ايوه المغرب قالت عن حدودها من طنجه الى 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 الى, 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 الى النهر السنغال، من درايا كان يمشي حد عليه، ومن درايا كان يمشي على طاقه قالوا عن قطع طاعتها فرنسا مستعمره موريتان، ويخلي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الارض لمن احياها، الناس اللي مسكينين يحرثوا بيديهم. وانا حضرت وشاهد وعندي عليها وثائق، العليات ذيك الساعه حاجه اللي يقيسوا بليده قبلت البحر ويليوها، ويجوا القايله اقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم، اللي يجوا مظلات على رؤوسهم ببيلات
حديد تبيله دايرينها معدلينها كيف القفاره، الين فات وفاومنها وليوا وهو عدلوا حالتها في الحر الشديد، انباعت من فوق رؤوسهم، وانباعت ارض اخرى عند البزول، وانباعت والشمامه انباعت. وراني من هون ملي من هذا بمناسبة الكلمة، أنا محذر رجال الأعمال والضباط الكبار والناس اللي ما ساعن عندها شيء، محذركم من مولانا. هو حد يقد يشيل الضعاف ويطحنهم ويدقهم بفضته وبسلاحه يقير، لا ينسى عن مولانا وراه. لا تنسى وانا هذا اللي هون اتي 26 سنة وشفت الدول اللي كلها كانت ما يقدر يقاش منها تأخذ الكلمة على خنافره، إلى أن عاد وقوف مرنقين يطلبوا الصدقة في بلده، وعرفوا عن حد ظلم يسلط عليهم ولا نشي، والله ما ولا يعرف منه من أي شيء. هذا ما خالق الله، أنا شفتهم في حالة ما نبقي نقولها احتراما لموريتان، وعندي عليها ياسر من الدليل، وشفت الأجانب أرفق بيهم من أولاد بني جلدتهم من أولاد وطن. القضية لحقت الحكومة، لحقتك أنت السيد معالي وزير الأول، ولحقتك أنت السيد الرئيس، والله تبارك وتعالى لا يسوي لكم. والناس اللي عدتوا حاسين أن منطق القوة ومنطق رقاج قابل هو فلسفته الخاصة في التقاليد، وهذا إنسان ما عنده أهمية ولا عنده شيء ولا قديل شيء في ذاك القارم، ولا أنا قولوا لهم ما عندكم حق. توفى الاخبار بكم القاعدين تنموا كراهيه مجيانه ديك الساعه 1900 عندي 82 كانوا قريات، ضركوك القريات اولادهم ومناتهم عادوا باولادهم ومناتهم، وهذا يتنامى فيه كراهيه ما هي في مصلحه موريتانيا ولا هي في مصلحه، ما هي في مصلحه حتى هذه الاسره اللي ما هي الاسره، انا قاعد الاسره ما نقبضها بدون برقاش ولا اثنين. وهذه الاسره اللي هي انا ما قد سمعت عنها يكون تعطيل الضعاف ما تقلع منه. أنا شاهد لله تبارك وتعالى، واللي يعرفني يعرف إني ماني منهل كثرة الأخبار، ويعرف إني جيت فمات إياها ليل وثلاثين سنة لا نصلح، لا ذاك اللي نقد نصلح نصلح والآخر ساكت عنه. يقير الشهادة لله تبارك وتعالى، هذا مخالق الله إلين يتموا يرادوا بالحال وبالحال وقعدوا هون، وهم لا هي فتروما ما عندهم باص، ما عندهم باص يتموا يقصوا شمامه، وحتى ما عندهم باص يتموا يركبوا وعدين الرئاسة، يدوروا يفتروا. يقير لا يبقى مولانا، ومولانا عنده عهد مع حد كامل جاب الفساد، الفساد بدأ فيه فرعون متين وصحيح، وقال له مولانا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. والكلمة اللي ما يطرح لها حد الأخلاق هي إن ربك لبالمرصاد، رقاش يطرح كراعه في الفساد، يعرف انه لا يرسل عليه مولانا وما يعلم جنود ربك الا هو، يتم في بلد وامن ولا يراعي في الدنيا الا اذا هو جايته روايه ما يعرف من اسمه، هو بلاب صدقه في بلو. والعدل من اسماء الله تبارك وتعالى، دوله تقوم على الكفر يا غير ما تقوم على تقوم على الكفر يا غير ما تقوم على الظلم. ايش قال يظلم اولاد وطن؟ أولاد أفقاريش هم اللي هذا الرجال يقلبوا، أنا عشت معاهم طويلا، أي شمام يقلبوها بأظفارهم ما معاونهم حد سوهم، وأولادهم ما يقرأوا. أنا أستاذ ونشوف مستويات الطلاب اللي ما عندهم يمشوا من عند البزول، والله البزول ثلاثة 12 كيل تقريبا على كرعيهم واعدين، أولاد أنا حوياك يقرأ ويجي واحد فتران مسيكين ويطرح أنه يروح على طابلة ويعقب يرجع عليه له ما فيه الروح، ويلتعب بيهم لعبة المش مع الفار. مرة يجوا الانتخابات نجاب لهم بيس انه يرفدهم، الى نفاول الانتخابات انصرف البيس انباع في القوارب. ومرة ضرك راهي مادة اخرى لا يتعدل لهم الدواء، وهم قط الدواء ولا يعدلوا لهم ولا ما تداوهم وما تعدلوا لهم اللي معدلين لهم لوجه الله تبارك وتعالى. وتعرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنكم ما ترزقوا الا بضعفائكم. وتعرفوا عن الدنيا ما تهنى على حال، وتعرفوا عن مولانا لن يكشح نعمته عن مد عيوب الله وفاو مد ما تعود رافده القران، وكانه توفى طابله يتجار بها، وهي اعوذ بالله من ذوك اللي يكتبون الكتاب بايديهم
لكن تجربي احنا مسلمين، وهذو ضعاف، وهذو الناس حد قعد وقال عن هذه عشرات عشرات الالاف من الاسر قاعده على الارض مدفنه كلها مدفون لو فيها ثلث اجداد ولا ربعه، ويقول عن هذه الارض ما عندهم فيها حق ومتبقى هي انباعت قاعده ماتت من هالشي. ما عندكم حق ايش تواسوا تقيسوا الكبات تكبروا الكبات الجريمه الا لا هو اللي جاب الجريمه، الجريمه جابها. انا قابلين عن الدوله ضعيفه وطالبين مولانا ان حكامها يعينهم مولانا على انهم يصلحوها لوجه الله هم اللي ما هو الثروات ويقوموا العدل. وهذه الاسره هم اللي انا لعبت لها نقول لها شيء مد اعطاها مولانا ان اللي فات من الدهر ما قد نسمع عنها ما هو شيء زين. ما يلا تعود تراوق مخيلي قيم مولانا هم اللي تحت يقولوا عنهم لا عيالهم قاع وتلاميذهم تلاميذ ما يعرضوا الفاتحه نجير جارهم من القوارب الى شمامه الى الرئاسه الى مسيكين هو ما مصايبين ما عندهم له شيء. وتابعوا شوي دور تسمعوا واحد منهم يطيحوا فم بهم الجوعان انا اعرفهم انا عدي بهم النهارات انا ما قد قضيت راحتي ما هو بيناتهم الى يطيحوا. انتم عندكم وتات وعندكم لاندكر وزارات وعندكم فيويتات وتقدوا تجروهم شهر المحاكم يا غير لا يبقى جر مولانا اللي عنده له شيء بعد عض شفته هم يدوروا يطيحوا. وهذه الرواية حد يوفيها عنه مرة واحدة مولي بالقضاء يوفيها بالحكم والناس منها عنده يا اخوتي شبرين اقطعوه له اعطوه له خلوه يوخذ منه حبتين ولا ثلاثة من الزرع ليتبلح بهم امناتكم انتوما واعطوا رؤوسكم العافية يا اخوتي. يا اخوتي راني محذركم من مولانا يا موريتاني راني محذركم من مولانا هذا الضعاف اللي ما عندهم شنو ولا قد حد عاونهم وانا على ذلك من الشاهدين ولا قطع عاونهم بطب ولا مدرسه ولا شيء لين التالي من شي حصيات من التراب ينطر منها حبه من الزرع عقوبة تواعدتكم تلاوي تنعتول العضلات وانت ما حد انك واحنا احنا واحد يامس شايفه يقول احنا احيينا الارض بالعلم. العلم وين هو؟ انا ما ريت فم العلم ما هو ما هو ان شمامه خذ خيرها ولا تجعلها وطنا. ريت الناس الماء كول الماء يعرضوا الفاتحه ولا يعرفوا احكام صلاتهم ومع هذا الحياة به شمامة ما حياة بالعلم. وبالعكس العلم محاربهم. أنا من راسي بنيت مسيد كبير من بيتون ذاك واقف وطايرت من فوق الناس وضايقت لين وطايرت وعادوا مبنيالها مسدوات كلها ثلث ماطر من السنق لين يصلي حد فيه تم قلبه على طاير به خايف يطيح عليه. والله فيهم واحد اللي الراعي فساسه والطب اللي طبيب اللي حد انه غرفتين بنيتهم حلا ما قد نفتح الى غيرك عاد النصارى هم اللي يجوا يعدلوا فيهم الشيء اللي شاشر هذا ما يتواسى. وانا لا راني بعد لا حد اني ناصح انا ماني لايم حد ولاني مع احد انا والدتي من فم ورقت نواكبها الين توفات يرحمها لها قريب من 20 سنه غرق في التراب وتميت اللانجي عهد عهدها والدي مو من فم اصلا يا غير تميت لا قاعد فم وتميت لا شاهد على ذوك الاشياء اللي نعرف انها تقضي بالله تبارك وتعالى ونعرف انها خطيره على موريتان ونعرف ان ذوك المساكين دعوتهم ما صو حق ما بينها وبين الله حجاب وراني نصحت ونصحت ذيك الاسره الكريمه انها لا يخسر اسمها ونصحت الوزير الاول يعينوا مولانا على الحق ان شاء الله انه راه هو دار مولانا في يديه السلطه ويدور يسولوا عنه هو من الاسره وصحت ولي الغزواني اللي يصل من اهل الدين انا ما نعرفه حسب اللي سمعت عنه انك يدور يسوي لك مولانا عن هذا المخالق الله توقع عليهم عندك الصنادره وعندك القرد تمشي بدل تقيس القوارب والله الترارزي والله يعدلوا لك الديكورات على الطريق اركب ما عالم بك حد وبات بيناتهم ليله دار تعشى من العيش وفيه البركه صو حق وتشوف بعينك الله يعطيك حكم احكم بالعدل ان الله يامر بالعدل والاحسان. والسلام عليكم. اللهم اني قد بلغت اللهم فشل انا شاهد وعشت في هذه المنطقه وكل حد يعرفني راي الحكومه اللي عاد تراني ياسر مشي ماني قايله احتراما لموريتان حد يبقي يعرف الاخبار من الحكومه راهي عندها الوسائل تعرف وتعرف المفسد من المصلح وتنصف الناس وموريتانيا صغيرة وضعيفة ولا هي حاملة التجزؤ ولا هي حاملة حد يحرز فيها الضغائن اللي تكبر
إذا عاد كانت ألف رقاج راهي عادت 20,000 وقاعدة تكبر وتزداد وتنمو، والكراهية تنمو بيناتهم وتوف. والسلام عليكم ورحمة الله.